تواصلت الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس وبعض ضواحيها ومدن مجاورة لها أمس لليلة الثانية على التوالي. الاحتجاجات رافقتها أعمال عنف وشغب، وذلك ردا على مقتل شاب على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية. واستدعي نحو 2000 عنصر من شرطة مكافحة الشغب إلى الضواحي المحيطة بباريس في عقاب مقتل الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة في صدره أطلقها شرطي من مسافة قريبة، وحصل ذلك صباح الثلاثاء الماضي. وأثارت القضية انتقادات من شرائح اجتماعية مختلفة، ووقف النواب والوزراء دقيقة صمت في البرلمان الفرنسي تحية للضحية. وعادة ما تسعى الحكومة الفرنسية لتجنب اندلاع الشغب في ضواحي العاصمة باريس بعدما تسببت في الأعوام الماضية بوفاة مراهقين غالبا ما كانوا ينحدرون من أسر مهاجرة من دول المغرب العربي أو إفريقيا. ووقعت حادثة مقتل الشاب صباح الثلاثاء خلف حي لا ديفونس قرب باريس، حيث لم يمتثل لنقطة التفتيش وحاول تجاوزها. وزعمت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين محاولة دهسهما، لكن مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة فرانس بريس من صحته أظهر رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها. ولفت مكتب الادعاء في نونتير أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق أوقف بتهمة القتل. من جهتها رأت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الصور الصادمة لإطلاق النار على الشاب تظهر تدخلا من الواضح أنه غير متوافق مع قواعد التدخل لقوات إنفاذ القانون، مشددة على الضرورة المطلقة للتوصل إلى الحقيقة للتغليب التهدئة على الغضب. من جانبه رأى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن مقتل الشاب لا يمكن تفسيره أو غير مبرر، إلا أن تصريحاته لقيت انتقادات، حيث اعتبرت زعيمة النواب تجمع الوطني اليميني المتطرف ماري لوبان أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي مبالغ بها وغير مسؤولة. كذلك أثارت وفاة الشاب نائل 17 سنة تنديدات من سياسيين يساريين انتقدوا ما وصفوه بأنه أمرك الشرطة، في إشارة إلى حوادث في الولايات المتحدة انتهت بقتل عناصر الشرطة لأشخاص كانوا يسعون لتوقيفه. من جهته كتب قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم ولاعب فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي في تويتر: تؤلمني فرنسا، هكذا قال، وضع غير مقبول، تفكيري مع قارب وأسرة نائل هذا الملاك الصغير الذي رحل باكرا جدا. ودعت والدة الشاب إلى مسيرة تكريما لابنها بعد ظهر الخميس في نونتير قائلة في مقطع فيديو على موقع تيك توك: إنها ثورة من أجل ابني. وأعادت هذه الأحداث التذكير بسلسلة أعمال العنف في الضواحي الباريسية، خاصة أحداث سنة 2005 حيث أثارت وفاة مراهقين صعقا بالكهرباء في سان دوني شمال باريس خلال ملاحقة الشرطة لهما أعمال شغب استمرت 3 أسابيع، ودفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ. لتسليط الضوء على هذا الملف معنا الأستاذ رياض الحجلاوي، ناشط حقوقي وسياسي من فرنسا. أستاذ رياض أهلا بك. أهلا أستاذي، مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة. يعني هل نقرأ ما حصل مع الشاب نائل، شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بأنه حدث يعني من جملة الأحداث التقع في فرنسا يوميا في ملاحقات لمجرمين أو خارجين على القانون، أم حدث موجه يدل بأن الشرطة في فرنسا تمارس العنف يعني بشكل عشوائي، عنف غير مبرر قانونيا وخارج عن الأطر المعمول بها؟ أستاذي الكريم، لابد أن ننظر بين التنظير وبين التطبيق. نحن قبل 2017 كان هناك قانون يحدد الشرطة استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع، ولكن بعد تغيير هذا القانون أصبح للشرطة إمكانية استعمال السلاح أكثر من الدفاع، حتى للذي يريد أن يعني عملية هروب أو عملية الالتحاق بأشخاص هاربين ممكن تستعمل الشرطة، وهذا
تغيير القانون، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد أن نقول أن الشباب في الأحياء الشعبية يرون من هذا المشهد أن هناك ثقة اهتزت بينهم وبين المنظومة الأمنية، لأن الأصل نحن في فرنسا نقول أننا في نظام جمهوري وأن الأمن أمن جمهوري، هذا التنظير. ولكن عندما نرى فيديو يسرب ونرى أن الشرطي هو الذي قتل الشاب وكان موجها له رشاشه، وبعد يقول الشرطي قبل أن يظهر الفيديو أن هذا الشاب أراد أن يدهس شرطة آخرين، فهذه الثقة تهتز وتشعر الشباب بأنهم حقيقة لا بالذل والحقد على هذه المنظومة الأمنية، لأنهم شباب في الأحياء تنقصها الخدمات الكبرى، ينقصها الحياة الكريمة مثل بعض الأحياء الراقية وغيرها، ثم يجدون هذا العنف الذي هو مفرط يصل حد القتل لشاب كنت تستطيع أن تلتحق به، كنت تستطيع أن تضرب عجلات السيارة للسيارة لعدم هروبها، ولكن أن توجه له سهام الرشاش وتقتله، فهذا حقيقة صورة بشعة ودم بارد جعلت الشباب ينتفض، وكل الشباب في الأحياء انتفض من أجل الحقيقة. طيب. لأنه رأى أن سأعود معك لانتفاضة شباب ضواحي باريس، يعني أصبحت هذه أيقونة تيمة ضواحي باريس. ولكن قبل ذلك، بعض النواب في البرلمان الفرنسي وينتمون لليسار تحدثوا عن هذه الموضة أمركة الشرطة. هل فعلا البوليس الفرنسي الآن يعيش هذه البيئة، أنه في ذهنه أنه يستطيع أن يستعمل السلاح في أي وقت ويستطيع أن يقتل في أي وقت، وهو ممكن كما ذكرت بالقانون وممكن حتى أن يفلت من العقاب؟ هو الحقيقة هذا التغيير في القانون جعل تسهيلات عديدة للشرطة، وجعل مجال تقديرات، وجعل من وراء هذه التقديرات كل شرطي يؤوله حسب ما يراه، وهنا يظهر العنف. فحقيقة أن لا نقول وصلنا إلى أمريكا، لأن المواطنين عندهم السلاح والشرطة ربما تكون في مواجهة مواطنين مسلحين تكون أخطر، لكن في فرنسا الشرطة تقدر استعمال الشيء. من قبل كانت في حالة دفاع فقط، لكن بعد تغيير قانون 2017 أصبحت لها مجال التقدير، وهذا المجال في التقدير جعل لها تسهيلات أكثر في استعمال السلاح، ورأيناه اليوم في مونتان في قتل هذا الشاب نائل. طيب، أنا أعود معك الآن للبعد الثقافي والاجتماعي. مقتل الشاب نائل هذا يعود بنا إلى مشاهد الصراع داخل فرنسا عموما بين المهاجرين وأبناء المهاجرين. الآن أصبحنا نتحدث حتى عن الجيل الرابع وليس الجيل الثالث أو الثاني في فرنسا من المهاجرين، هم من الجمهوريين، هم فرنسيون من أصول غير فرنسية، يعني مهاجرين من دول شمال إفريقيا أو من أعماق إفريقيا، ثم أيضا هم من ديانة مسلمة، البعض منهم عرب. أصبحنا نتحدث الآن عن صراع وصل لصراع النفي. ماري لوبان دائما تتحدث أن فرنسا يجب أن تعود للفرنسيين. هناك الآن توجه في فرنسا، هل فعلا هذا التوجه نفي من هو غير من أصول فرنسية وصل إلى حد الإعدام في الشارع كما شاهدنا عن طريق هذا الشرطي؟ إشكال اعتراف فرنسا بأبنائها هذا إشكال حقيقي مطروح. اليمين المتطرف ما زال يتحدث على الهجرة، وأنت كما قلت أننا في الجيل الرابع، أناس ولدوا هنا في هذه البلاد، درسوا في معاهدها، درسوا في مدارسها، دخلوا الشغل مثل أطباء ومثل مهندسين ومثل أسادة ومثل غيرهم،
دخلوا في الإدارة الفرنسية وأصبحوا مثلهم مثل الفرنسيين الأصليين. فأنا أقول أنه لا بد لفرنسا أن تقرأ حساب البعد الثقافي. أننا في فرنسا الجيل الأجيال المتعاقبة بعد قوانين 1901 1905 لابد أن تنظر وتستوعب كل أبنائها، وأن لا تجعل من أبنائها المهاجرين الأوائل والذين ولدوا هنا وأصبحوا أبنائهم فرنسيين هم دائما من الدرجة الثانية، مواطنون من الدرجة الثانية ومواطنون ليس لهم حقوق في العمل أو أن ينظر إليهم ليس لهم كل الحقوق. فبالتالي هذه مشكلة ثقافية، مشكلة اجتماعية، لابد لفرنسا، لابد للنواب، يعني نواب البرلمان، لابد للمجتمع المدني. أستاذ رياض، أكثر من 4 عقود الآن منذ الثمانينات تقريبا والحديث عن الاندماج لانتيغراسيون، هل إلى حد الآن لا زالت هذه المشكلة قائمة؟ يعني 4 عقود فرنسا بنخبها بمؤسساتها بمجتمعها المدني لم تجد حلا لهذه أو لهذا الملف الاندماج، أو ثم ما هو مفهوم الاندماج أيضا؟ هذا سؤال مطروح. هي هذه مشكلة ثقافية. فرنسا تتصور على قل بعض النخب العلمانية المتطرفة ترى أن الاندماج عندما الإنسان يصبح يذهب إلى الملاهي الليلية، عندما يدخل الخمارات، عندما يعيش الحياة البذخ وغيرها بكل ملذاته وملاهيها. ولكن الاندماج الأصلي هو أن الإنسان يحترم قانون الجمهورية، قوانين الجمهورية تحترم من الجميع، ولكن الدولة كحامية للقانون والشرطة كحامية لتطبيق القانون لابد أن تحترم كل أجيال فرنسا المتعاقبة. كما قلت أن الاندماج لأنه العقلية العلمانية وعقلية اللائكية الفرنسية فيها إشكال. اللائكية الفرنسية أن الدولة تتدخل في الدين، ولكن العلمانية الأصل أن الدولة تكون محايدة. هذا إذا تحدثنا على معنى الدين أو معنى الاختلافات، اختلافات العرقية أو الاختلافات الدينية أو الاختلافات الثقافية، فالدولة تحميها وترعاها ويحترم بعضها البعض ويستطيع الجميع أن يتواجد في نفس الساحة. لكن ما يحس به الشباب خاصة شباب الأحياء يحس أنه مفقر أكثر من الآخرين، أن الدولة لا تحميه، أن الدولة رغم أنه ثم اجتهاد عديدة. أنا عندما أخذ على مستوى باريس وما يسمى في 2024 ستكون الألعاب الأولمبية، وفرنسا الآن تتحدث عن الجرون باري وبعض الخدمات حقيقة لتيسير النقل وتقريبها من الأحياء البعيدة، ولكن يبقى دائما هذايا اجتهاد للدولة، ولكن لابد أن اجتهاد. طيب في حديثنا عن الدولة ومركزية الدولة، وأختم معك بهذه الانزياح عن صح التعبير، أكيد تابعت كغيرك من النشطاء والسياسيين ما أثره فيلم أتينا في فرنسا السنة الماضية. هذا الفيلم الذي يتحدث عن أبناء الأحياء وعن ثورتهم وعن كيف صنعوا لنفسهم قوانين لإنفاذ العدالة كما يرونها برؤيتهم من موقعهم كأبناء مهاجرين مهمشين في الأحياء. تقريبا نفس العناوين الكبرى لهذا الفيلم والأفكار هذا الفيلم موجودة. وليدة الشاب نائل تدعو إلى ثورة من أجل ابني. هل يعني الآن في فرنسا بدأنا نستشرف واقع قادر ينفلت؟ لأن الكثير من الدراسات التي عادتها مراكز فرنسية تهتم بالمسألة الاجتماعية والثقافية قالت بأن حالة انفلات الأحياء هذه قد تضرب المنظومة الجمهورية في فرنسا، منظومة العدالة الاجتماعية ومنظومة دولة المواطنة. أنا أقول أن مقتل نائل سيكون له ما بعده، خاصة بهذه الطريقة الفجة، الطريقة الواضحة خاصة عن طريق الفيديو، أن شرطي يوجه كأنه مجرم أمامه، كأنه إرهابي أمامه، كأنه إنسان يملك سلاح مثله وهو طفل صغير
لا يملك شيء. وبالتالي هذه الدعوة لأم نائل لثورة بيضاء من أجل ابنها، إذا لم تختطفها الدولة الفرنسية وتختطفها يختطفها كل مسؤولي الدولة من 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 محافظات ومن نواب ومن غيرها، فستنفلت الأمور حقيقة لا قدر الله، لأنه نترقب العدالة ونترقب التحقيق ونترقب إنفاذ القانون بعدل على هذا الشرطي إذا كان ظالما، ونحن رأينا عبر الفيديو أنه ظالم لأنه قتله بدم بارد. ولكن أقول أنه ليست فقط عدالة ضد هذا الشرطي، ولكن عدالة مع هذه الأحياء، عدالة مع هذه الشباب. الثروة الفرنسية لابد أن توزع على هذه الأحياء، وأن يحس الشباب بأن دولته خادمة له. أستاذ رادو، يعني ننتظر نهاية التحقيقات، ولكن هناك تخوف حقيقي الآن حتى في فرنسا من أن يكون أحد دوافع هذه الجريمة هي جريمة ذات طابع عنصري. أشكرك أستاذ رياض الحجلاوي، الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا من فرنسا، شكرا لك.